أحسن الله إليكم. هذا الأخ يونس يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم القول عند الدعاء مثلا إن شاء الله يرزق فلان الولد مثلا، وهل هذا يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول اللهم اغفر لي إن شئت عند الدعاء وأمره بالتأمين، أم أن التأمين خاص بمن سمع الدعاء؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى، فلا يقول إن شاء الله إذا دعا له أو لأخيه أو لأحد من المسلمين، يدعو دعاء جازما ولا يتردد فيه، لأن إن شاء الله استثناء، فيها استثناء وليس فيها جزم، فيترك هذه اللفظة.